اخبارك ايه مع جوزك؟ انا سعيده قوي مع شريف، انت عارفه انا بحبه قوي. يا اختي ربنا يسعدك معاه على طول. قولي لي انت الاول، عامله ايه مع انكل اسعد؟ يعني الامور هديت شويه، بس يعني فكره الطلاق ما خرجتش من دماغي. لقاء البيوت ياما بيحصل فيها عشان خاطرنا، والنبي بلاش تفكري في الطلاق. يعني انا بحاول، بس برضه بصراحه انا مصدومه، في صدمه ما كنتش اتخيل ان ممكن يعمل معايا كده. لقاء في حاجة تانية ممكن تضايقك. ايه تاني؟ البرنامج بتاعك. ماله البرنامج بتاعي؟ بقاله مرتين كده ما بيتزعش. ازاي ما بيتزعش؟ اصل الزفتة اللي اسمها نانسي دي بتقدم برنامج جديد. طب ما تقدم اللي تقدمه، يعني هتعمل ايه؟ لا اصل انتي مش فاهمة حاجة، ده هو نفس البرنامج بتاعك، ما تغيرش فيه غير الاسم بس. كده افهم. تنهي التعاقد ليه يا لقاء؟ انا اساسا كنت جاي علشان اطلب الطلب ده. صدقيني يا لقاء، اسمعي نصيحتي، قدمي برنامج تاني، وانا متاكد انك هتنجحي وهتسحبي جمهورك واعلاناتك. صدقيني هتقدري تحرجيها وترجعيها لحجمها الحقيقي. صدقني انا مش عايزه اشتغل خالص، انا كل اللي مأثر فيها انها سرقت البرنامج بتاعي شكلا وموضوعا. هي مين دي بقى اللي سرقت البرنامج بتاعك يا استاذه؟ حاسبي على كلامك لو سمحتي. عيب يا مدام لقاء، انتوا مهما كان برضو زملاء. انا مش هورط نفسي في مناقشه زي دي. اعوذ بالله على الحقد، قد كده بتغيري مني؟ مش هرد على الكلام ده. اهدي بس يا مدام لقاء، مش كده؟ انا هاديه جدا. عايزاكي بس تعرفي حاجه واحده، انه ما اداكيش البرنامج ده عشان سواد عيونك. تحب اقول لها اللي حصل ولا انت اللي تقوله لها؟ انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ انا مش فاضية اتكلم في الكلام ده خالص، عندي بيت. ايه بقى الموضوع بالظبط؟ هي ما حكتش، هتحكي لي انت بقى ولا ايه؟ يا سلام يا شهد على الجو الجميل والحياه الحلوه، ومفيش حد قريب مننا. مش تقولي لي عربيه وسرعه والحاجات اللي بتعمليها دي؟ الله، وانا شرفني انك بتخاف من السرعه. يا حبيبتي ده انا كنت حبوس ايدك عشان تهدي. ما انت اصلك شقي وبتحب تضحك معايا كتير. انت لسه يا حبيبتي ما عرفتيش سميح كويس. قول لي صحيح، انت بتعرف تعوم؟ اعوم؟ على قد شويه. يا لئيم، ده انا سامع انك في العوم ما حصلتش. ما حصلتش؟ انا نفسي اعرف مين بس اللي بيديك المعلومات عني دي. كده؟ بتكذب برضه. طب انا هرمي نفسي في المايه واسيبك عشان تنقذني واشوف اذا كنت بقى بتكذب ولا بجد. لا يا شهد، ارجوك يا شهد، ارجوك لو سمحتي. يلا يا كد. يا لئيم. ما بتعرفش تعوم برضه؟ انت غرقت ولا ايه؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبي، هطلب لك حاجه ساقعه عند الشمسيه وخيط اما تطلع. انا رجعت طبعا يا هدى. قولي لي اخبار البنت اللي قلتي لي عليها ايه؟ لا خدي منها ميعاد وخليني اقابلها وانا هتصرف معاها، هخليها ما تخافش. طب بصي اسمعي، اطلبيني في التليفون، لو ما لقيتينيش في البيت هتلاقيني على الموبايل. اوكي حبيبتي، يلا باي، مع السلامه. بص عليا، وانا اللي فاكرك بتهزر معايا زي كل مره. سلامتك يا حبيبي. انا مش عايز، مش عايز حاجه بنتي، انا عايز مام، انا مش عايز اقعد هنا. تمشي ازاي بس يا حبيبي، احنا لسه كملنا شهر العسل. لا انا مش عايز عسل ولا عايز بحر ولا عايزك، انا عايز مامي، عايز مامي، مامي هاتولي مامي، هاتولي مامي. طب معلش معلش خلاص، والنبي خلاص يا بابا. الجهاز ده بيتعبني قوي يا مامي.
معلش يا حبيبي قربنا نخلص. هما ليه بيعملوا كده فيا؟ حبيب قلبي عشان ما يجيلكش صداع تاني وما تتعبش. معلش. الاستاذ بتاعنا عامل ايه؟ دكتور عايز امشي بقى يا دكتور. اوان كده سيئت مننا؟ دكتور عايز امشي بسرعه بقى بليز يا دكتور. هتمشي وهتلعب زي ما انت عايز. طمني يا دكتور ايه الحكايه؟ لا الحمد لله كل الامور ماشيه كويس جدا. هيخف. انا هفهم حضرتك على كل حاجه دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله بعد الافتتاح هيبقى صعب جدا اي حد يقدر يقف قدامنا في السوق. اظن بقى مش هتقولي تجهيز المستشفيات بتاعتي ولا انت تقولي المقاولات بتاعتي. الناس ممكن تستغنى عن اي حاجه الا الاكل. بس خلي بالكم ان في ناس قبلنا في السوق اكتسبوا سمعه وبقى عندهم مصداقيه مش هيقدروا يقفوا قصادنا في الاسعار. احنا في الاول هنبيع بسعر التكلفه ناخد السوق في عبنا، بعد كده نرفع الاسعار واحده واحده. لا يا سامي ما تنساش ان الناس بتجيلهم حساسيه من حكايه رفع الاسعار دي. خلاص ننقص العبوات. برافو عليك، هي دي بقى. وخصوصا ان احنا مش هنشتري اي حاجه من بره، كله من مزارعنا ومصانعنا. بالظبط، لحوم فراخ اسماك حتى العصاير والمربات احنا اللي هنزرع الفواكه بتاعتها. يا دكتور ساكت ليه؟ ها؟ لا ابدا، موضوع عائلي كده شاغل دماغي. ايه يا اسعد؟ انت مش بتقول ان الدكاتره بره طبنوكم؟ لا من ناحيتي الحمد لله كله ماشي تمام وانا متابع الحاله يعني. امال ايه الحكايه؟ خايف من مواجهه مع لقاء؟ اول ما تعرف طبعا لازم هيحصل مشاكل كتير. يا دكتور خليك شديد شويه، من امتى الستات بيتدخلوا في شغلنا؟ يلا قولوا لي بس الحمله الاعلانيه هتبدا امتى والافتتاح هيكون ازاي وكده يعني. هما شهرين بالكتير قوي، خلاص المصانع دخلت المرحله النهائيه في التشطيبات. جرى يا اسعد، المفروض انك عارف كل حاجه ومتابع اول باول. طبعا انا متابع اول باول، بس انا دماغي ملخبطه قوي اليومين دول. ده بقى مش هيقول عليه لا، هياكله وياكل صوابعه وراه. طبعا يا ماما، مش حضرتك اللي عاملاه بايديك الحلوين دول؟ سيبهولي وانا هعرف اكل الواد الشقي ده. يلا. لا مش عايز. طب دوق من ايدي انا اللي عاملاهولك. اسمع كلام ماما حكمت يا علي. وبعدين معاك يا علي. الو، ايوه من فضلك ممكن اكلم الدكتور مجدي؟ انا اللقاء. بالراحه يا لقاء، ما هو بياكل اهو. معلقه كمان عشان خاطري. قلت لي ان نفسه هتتسد، بس مش هيقعد يومين ما ياكلش، ده يا دوبك واخد معلقه جيلي دلوقتي قدامي. الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. علي اخباره ايه دلوقتي؟ تعبان شويه يا باشا. بس في حاجة كده كنت عايزة أقولك عليها. خير؟ امبارح سمعت الهانم بتتكلم في التليفون مع اللي اسمها هدى. هدى؟ هدى تاني يا لقاء. لا بدري يا ست هانم، ما كنت تكملي معاهم السهر أحسن. باتي معاهم يا شيخ. سهرة إيه يا شريف بس؟ ده علي تعبان قوي والدواء اللي بياخده ده مبهدله خالص. والله طب وعلي ده مش معاه لقاء واتنين شغالين؟ انت قاعده بتعملي معاهم ايه؟ شريف ده علي مش مجرد ابن اختي. يا سلام، ده علي. طب خلاص خلي علي بقى ينفعك وانا اتفلق. انا بقالي ساعه هنا وانت ولا على بالك، غيرت هدومي وعملت تليفونات وانت مش في دماغك حاجه. معلش يا حبيبي دي ظروف. انا ماليش دعوه بالظروف، يعني مره لما اوصل البيت تجيني فورا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر، بس ما تزعلش نفسك عشان خاطري. انت اتعشيت؟ اهو كلت لقمه كده في المكتب. هو انت ليه اتاخرت النهارده؟ اشكري دكتور اسعد، ما انا من ساعه ما اشتغلت معاه وهو رامي الحمل كله فوق دماغي. هو انت زعلان؟ مش هو ده اللي انت كنت عاوزه؟ ايوه هو ده اللي انا كنت عايزه، بس كل شيء وله حدود برضه. استحمل شويه يا حبيبي، مين كان يصدق ان يرضى عنك بالشكل ده؟ على فكرة عادي،
جوزك ممكن يحط اي مخلوق في الدنيا في جيبه الصغير. انا عارفه حبيبي، انا مش قادره اصدق انت ازاي بتاثر على الناس بالشكل ده. حبيبي انا جنبك بحس ان دماغي قد كده. برافو عليك يا حبيبتي، ده اللي لازم يفضل في دماغك على طول. رايحة فين يا لقاء؟ عندي مشوار. مشوار مهم قوي لدرجة ان انت تسيبي ابنك وهو سخن عشان تقابلي هدى هانم؟ وانت عرفت منين؟ سمعتك وانت بتكلميها في التليفون وبتاخدي منها معاد. اخرج وقت ما انا عايزة، اقابل اللي انا عايزاه وقت ما انا عايزة. احنا مش هنخلص من الموضوع ده ولا ايه؟ كل ده عشانها؟ لا مش عشان خاطرها ولا عشان خاطر الشغل. يا سلام، امال عشان خاطر ايه؟ عشان جوزها انا مديوناله. انت مديوناله؟ مديوناله بايه؟ ازاي؟ ما اتسجن واتقتل عشان بيدافع على ابني واللي زيه. ما تبطلي فلسفه بقى. ولا فلسفه ولا اي حاجه، علاء الوحيد اللي وقف ضد غريب علشان يحمي الناس كلها من السموم اللي بياكلها له. اطمني، ابنك لا عمره كلم الشارع ولا شرب ميه من الحنفيه. انت مش خايف غير على ابنك انت وبس وولاد الناس؟ لا عموما انا هفضل ادافع عنه لاخر يوم في عمري ومش هسيب دمه يروح هذا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ايه يا اولاد، انتوا رجعتوا ليه قبل الشهر ما يخلص؟ معكوش فلوس الاوتيل؟ معقول يا بابا، ده انت ابو الخير كله. امال ايه الحكاية؟ ده سميح بس زهق شوية فانا مرضتش اضغط عليه نقعد يعني. يا ابني الحفرة اللي في قرطبي. مفيش يا انكل، امبارح بالليل قمت اشرب اتكعبلت وانا ماشي. كعبلت؟ كعبلت فين؟ مش عارف يا انكل، بعد ما قمت ما لقيتش حاجه على الارض. يعني كعبلت في الهواء وقرتك دخلت في سكينه ولا ايه؟ ومراتك كانت فين؟ مراتي كانت نايمه على السرير التاني. السرير التاني؟ هو انتوا واخدين اوضه بالسريرين؟ يا انكل، فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش، ربنا يكتر من امثالك يا اخي. طب سيبكم انا بقى تكلموا براحتكم وهطلع فوق شويه ونازله تاني. ها اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا انكل انا عايز اتكلم معاك شويه. لا انا اللي بعد اذن حضرتك لازم اتكلم معاك شويات. تعالى. لا بس ارجوك في حضور بابا وماما. هو محامي جاي؟ ايه حضور بابا وهما جايين؟ طيب مرجان اعمل لي يا ابني قهوه كبيره قوي على قد ما تقدر، كبرها. تعالى يا حبيبي، تعالى اقعد لغايه ما بابا وماما يوصلوا. انا عاوزك يا ابني تحكي لي وما تخبيش عليا حاجه. ايه حكايه الكعبله دي وايه حكايه السرير التاني؟ من فضلك ما تخافيش، لو قلت لنا كل حاجه محدش هيعرف حاجه. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده مدام لقاء؟ كانك يعني ما تعرفيش اللي حصل لجوزها ولا اللي حصل لخطيبك. ايوه ده عشان خدوهم على اخوانا، انما المره دي لقاء هتفضحهم، يعني محدش هيقدر يمس مننا شعره واحده. بس انا ما اعرفش اي حاجه، وبعدين يعني انا لو اعرف اي حاجه ايه اللي هيخليني اتاخر لحد دلوقتي ما اقولهاش؟ لا تعرفي، بدليل انك انت جيتي النهارده. انا جيت عشان اتصالات هدى والحاحه، جيت عشان اكرر لها نفس الكلام اللي انا قلته لها في التليفون 100 مره، يمكن تشيل الموضوع من دماغها وترتاح وتريحني. عارفه يا مشيره، لو حلفتي لي على الميه تجمد انا متاكده ان انت عارفه حاجه. انت خايفه تقولي وخايفه تندمي لو ما قلتيش، مش كده؟ صدقيني يا مدام لقاء انا والله ما اعرف. ما تحلفيش، عايزه تروحي دلوقتي روحي واسيبك يومين تفكري على مزاجك، بس ما تحلفيش. راجل بشع، انا مش هقدر استحمل الراجل ده كتير على فكره، لازم اقلبه قوام قوام. ايه اللي عملتيه في الواد ده يا شاه؟ هو اللي تقيل
ومسنتح مسنتح كده. المفروض يسموه سنيح مش سميح. وعلى فكره بقى انا اللي خساره فيه. يا سلام، يعني ايه يا اختي انت اللي خساره فيه؟ يعني ده عايز واحده برطه زيه تقعد تتبط جنبه بالليل، تقول له في شعر، تكلمه على ادب المقارن، تكلمه في ثقب الاوزون، لا عايز يجري ولا عايز يلعب ولا عايز يضحك ولا عايز يعمل اي حاجه لما خنقني. ايه يا بت، اوزون ايه وادب ايه؟ انا وانتي ما حاولتيش تدردحيه ليه؟ ما حاولتيش تعلميه ليه؟ علمه ازاي يا بابا؟ هو في راجل في الدنيا بيخلي مراته هي اللي تعلمه يعملها ازاي؟ يا شاهد يا بت، يا بنت غريب بدران، انت فاهم انا مش فاهم انت عملت ايه؟ ده انا فاهمك قوي قوي. هو برضو اللي كعبل ولا انت اللي علقت رجلك شنكلت الراجل؟ افرضي بقى وقع قرطه مش هي اللي دخلت في السرير، عينيه دخلت في السرير، كنت هترجعي سحباه وراكي من هناك لغايه هنا؟ مش عيب؟ يا بت يا بت بطلي تبهدليه، اخر مره الناس تشتكيلي منك، اخر مره سميح ده سميح ده يجي يقدم لي شكوى منك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ والله العظيم بحبك يا ابويا، لو تفهموا انا ليه ما قدرتش ارجع كنتوا تشاركوني اللي انا فيه. انا دفعت الثمن غالي ورغم كده مش قادره استطعم حاجه من غيركم. اه لو كنتم معي كان نفسي تفرحوا وتتفسحوا، تاكلوا وتشربوا وتتمتعوا بالجو الجميل ده كله. كان نفسي تشوفوا البحر اللي عمركم ما شفتوه في التلفزيون. اه لو تعرفوا انا بحبكم قد ايه، كنتوا عذرتوني. ايه ده، انتي بتعيطي ولا ايه يا حبيبتي؟ لا ابدا يا حبيبي، انا فرحانه بس بجوازنا. لا انا بقى النهارده محضر لك حته سهره، انما ايه تهوس بس بطلي عياط بقى، ولا كل ما تفرحي هتعياطي كده؟ يبقى النهارده هتموتي من كتر العياط. عال 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 بقى كده. سعادتك الخبر لسه واصلني حالا دلوقتي. تحب سعادتك اخلي الرجاله؟ لا لا لا، محدش يعمل اي حاجه، انتوا بس تراقبوها ال 24 ساعة وتجهزوا بكل حاجة وتظبطوا نفسكم. والتنفيذ يا باشا؟ زي ما قلت لك، بس اظبطوا نفسكم انتوا الأول وجهزوا، وما تعملش أي حاجة وخليك مستني إشارة مني قبل ما نعمل أي حاجة. برضه ليها راجل يترد عليه. أنت بتشتكي لأمك يالا؟ إيه أمك دي يا شاهد؟ إيه الألفاظ اللي أنت بتقوليها؟ وبعدين هما لازم يعرفوا. مين بقى اللي قال كده؟ يا حبيبة قلبي مش احنا. انا قلت لك كده، انا سمحت لك بكده. ايه سمحتي لي دي؟ وبعدين المفروض ان انا الراجل. انت عارف لو عملت كده ده انا هعمل فيك ايه؟ ورحمة امك كهربك وانت نايم. تكهربيني؟ اه كهربك، وهقول للمباحث حتى اصبعه في الكبس الكهرب، انت بيحب يلعب في الكهرباء. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احنا عايشين فين هنا؟ احنا في اي داهية. بقولك ايه، حط علق في راسك تعرف خلاصك يا ابن الحلال، ما تخليش هيزيك. ها ايه تأذيني ده يا شهر؟ وبعدين ما ينفعش الاسلوب ده. هو ده بقى النظام من هنا ورايح. انسى بقى خالص شهد اللي كنت تعرفها اللي بتكسف من خيالها دي، انت كنت معاشر واحده تانية خالص. يعني ايه يا حبيبتي؟ يعني في حاجات كتير قوي لازم نتفق عليها لو عايز تبقى جوزي بصحيح. نتفق يا حبيبتي. هو بند واحد ما فيش غيره. ايه هو يا حبيبتي؟ اي حاجه اقولها او اعملها ما تعرضنيش فيها. وانا كنت عرضتك قبل كده يا شهد. ايوه كده يا بطه، خليك لطيف تنام خفيف. ها هي مراتك دي عايزه مننا ايه يا اخي؟ هي مراتي وبس، خلاص ما بقتش اختك. طب انا الظروف حكمت عليها انها تبقى اختي، لكن انت بقى جوزتها بمزاجك. والله ما انا عارف يا سامي، الراجل له حق يتجنن ويبعت لنا. شوف يا بشوات، احنا هنقول كلمتين كده عشان نبقى على نور في كل حاجة. صحيح احنا شركة، احنا التلاتة محدش يقدر يتكلم، وبيننا وبين بعض عشرة وود وكل خير. طبعا يا غريب بيه، انه محدش يقدر ينكر ان الشغل شغل، دي ما اختلفناش فيه كده. بعد اللي انا قلته ده بقى عاوز اقول لكم كلمة صغيرة، انا رجالتي جاهزين ومستنيين من اشارة واحدة. كلام ايه اللي بتقوله ده يا غريب؟ يا اخي اعمل حتى حساب العيش والملح والعشره ولا ايه يا سامي؟ طيب
طب بلاش عشان خاطر اسعد، راعي برضو انها اختي، سيبنا احنا نتصرف يا غريب بيه. نقول كمان عشان انا ما تفهمش غلط، لو انت قدرت تحكم على مراتك ولو انت قدرت تعقل اختك خلاص يبقى الكلام ده على عيني وراسي، مش هقدر اتكلم. انما لو ما قدرتوش يعني ايه؟ بس ما قدرناش، سيبنا هنتصرف. اعتبر الموضوع منتهي يا غريب بيه، احنا التلاتة في مركب واحدة. يا ريت تفهموا انتوا الاتنين ان احنا التلاتة في مركب واحدة، يا ريت، عشان انتوا بقى لو ما قدرتوش تزعلوش مني، انا هضطر اتصرف احمي نفسي واحميكم معايا، ويا روح ما بعدك روح. فهمت بقى يا مشير انا قلت لك ايه؟ فهمت فهمت. انا خايف عليكي، هيجرجروا رجلك وراهم وفي الاخر هتتسوحي لوحدك ومحدش فيهم هينفعك. هو انا لو كنت ناوي على حاجه كنت قلت لك الحقيقه لما سالتني. الله ينور عليكي، كلامك كتير مش هيرجع اللي راح. انا عارفه. ربنا يكملك بعقلك. امسكي امسكي. طب ولازمتها ايه الفلوس دي كلها؟ غريب بيه بيحب يراعي رجالته قوي واهل رجالته كمان. صحيح خطيبك كان ناوي يغدر بينا، لكن معلش انت مالكيش ذنب. المهم تفتكري اتفاقنا. من غير اتفاق هو انا اعرف حاجه علشان اقولها لحد؟ والله ما قال لي اي حاجه. انت عايزه مننا ايه؟ مصره تخربي بيوتنا ليه؟ كل ده عشان قابلت هدى واتكلمت معاها. يا جماعه مش وقته دلوقتي، الولد تعبان فوق. وانت تعرف عنه ايه؟ نعم يا اختي. عايز انا اعمل ايه؟ اسيب شغلي واقعد جنبه زيك؟ يا اخوانا الولد ربنا هيشفيه ان شاء الله، انتوا كده خرجتوا بره الموضوع. انت عندك حق، وطول ما انتوا مرعوبين انتوا الاثنين الرعبه السودا دي يبقى اكيد في غلط. وانت مالك انت؟ انت اللي هتغير نظام الكون. ما تقول لا انا غلبت في الكلام معاه. يا لقاء حرام عليكي بقى، ارجوكي خلصينا من الحكايه دي. انا ما بتدخلش في شغلكم، انتوا كمان مش من حقكم تتدخلوا في شغلي. يا دي شغلك بيدخلنا كام شغلك ده؟ لقاء انت كده بتولعي في العيله كلها. يا سلام يا سلام، انا احبك وانت صريح. في وقت الصراحه فيه لازم تبقى مهمه جدا ولازم نحط النقط على الحروف. طب واذا قلت لا هتعملوا ايه؟ كده تبقي بتاذي اخوكي وبتخربي بيتك بايدك. ما هو مخروب من ليله فرح مي، وانت عارف ايه اللي مقعدني في البيت ده لحد دلوقتي. وجايز كمان تخسري حاجات كتير قوي. انا مستعده اواجه اي حاجه اخسرها. لقاء ما تزوديش الامور اكتر من كده، انا خايف يجي يوم الاقي نفسي في حته وانت في حته تانيه خالص. ما اليوم ده جه من زمان، انت مش واخد بالك؟ مش ممكن، انا ما بقتش قادره افهمك. انا بقى فاهمك كويس قوي. انا مش فاهم انت عايزه توصلينا لحد فين بعنادك ده؟ اللي يشوف كده يقول ان انا عايزه داري على جريمه القتل، وانتوا اللي بتحاولوا تمنعوا. يعني انت مش ناويه تغيري رايك؟ انا ما بغيرش رايي، لكن عشان ترتاحوا انتوا الاثنين وتطمنوا شريككم. بقول لك ايه، انا لسه ما شاركتوش. ولا شاركته؟ للاسف السكه اللي كنت بدور فيها اتسدت، ومرض علي مش مخليني اعرف ادور على سكه تانية. بس ده دلوقتي بس، لكن المستقبل ما اقدرش اضمن اعمل فيه ايه. باي. تفتكر هي فعلا ما تعرفش حاجه ولا بتنيمنا؟ شوف هي اختك فيها عيوب الدنيا كلها، لكن الكذبه ما بتعرفش تكذب. طب ارجوك يا اسعد خلي عينك عليها خصوصا في البيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ترى ممكن اقابل مدام لقاء؟ مدام لقاء مش موجوده. طب ما تعرفش هترجع امتى؟ لا والله يا فندم، العلم عند الله، اصلهم خدوا البيت صغير وراحوا المستشفى. لا يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. طيب ما تعرفش فين المستشفى دي؟ العلم عند الله يا فندم، نقولها مين لما ترجع. لا 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 انا هبقى اعدي عليها مره تانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت بتعيط ليه بس؟ انا قلت لك دي اخر مره. انا خايف شعري يقع زي الناس اللي احنا شفناهم هناك. لا حبيبي اوعدك انك انت شعرك مش هيقع زيهم، عشان كده انت بتاخد الدواء ده علشان يمنع الحكايه دي. بس انت بتضحكي عليا. والله ما بضحك عليك، انت هتخف وتبقى زي الفل، تبقى انا عمري كتبت عليك. طيب مش هتضحك.
الو. ايوه يا فندم. طبعا يا فندم، صوتك غني عن التعريف. لا انا فعلا سبت دي انتي. طيب لا طبعا ده شيء يشرفني بقى. يعني اجي لحضرتك اي وقت. حاضر، بس الحقيقه انا مش هقدر اليومين دول لان عندي ظروف صعبه. لا لا، ابني تعبان، تعبان شويه. شكرا، شكرا، مع السلامه. ماله بابا، ايه اللي جراله تاني؟ المرة دي تعبان قوي يا نانسي. أنا بقول نشوف لنا دكتور كبير يشوف لنا حل في الرقدة اللي طولت دي يا بنتي. طبعا يا ماما، مش دكتور واحد، إن شاء الله يا رب 10 دكاترة. خدي دول يا ماما، وديه لأحسن دكتور في مصر، ولو طلب يتنقل لمستشفى وديه أكبر مستشفى، واصرفي على العلاج زي ما أنت عايزة، ما يهمكيش. بس الفلوس دي مش كتير عليكي؟ الحمد لله، ربنا كرمني والحالة اتصلحت قوي دلوقتي. أنا حاسة إن ربنا رزقني عشان أقدر أعالجه كويس. والله بنت حلال يا نانسي، بس نقول إيه بقى في الظروف اللي بعدنا عن بعض؟ انسي بقى الموضوع ده دلوقتي، المهم إنه يخف ويبقى كويس. طب وأنت ناوية تزوري إمتى؟ هزوره، بس اوعي تقول له انك خدتي مني الفلوس، انت عارفاه لو عرف مش هيرضى ابدا يروح للدكتور. ما تخافيش، انا هخبي الغوشتين واقول ان انا بعته. وانا حاجة اشوفه في اقرب وقت. انا كان نفسي تنتهز الفرصه، مين عارف يمكن يكون حاسس ان نهايته قربت ونفسي يشوفك عشان يسامحك قبل ما يموت. هجيله، هجيله ان شاء الله. ياه، الثلاث اشهر عدوا بسرعه. الحمد لله رب. أنا كان نفسي أغمض عين وأفتح عين ألاقي الكابوس اللي إحنا فيه ده خلص. الحمد لله، بس أنا مش هقدر أسافر معاكم المرة دي. نعم؟ أيوة، ما هو أصل أنا عندي شغل كتير قوي. يعني إيه شغلك أهم من ابنك؟ لا يا حبيبتي، ما أقصدش بعدين اللي أنتوا رايحين مجرد شيك دوري، يعني ما فيهوش أي حاجة. يا قلبك يا أخي، بتسيب ابنك في الحالة دي هاد وتقعد هنا؟ يا حبيبتي عندي شغل بقول لك، وبعدين أنا اللي بعمله ده بعمله عشان مين؟ ما أنا بعمله عشان ولادنا. لا خليك أنت في اللي بتعمله عشان ولادنا، روح شد وش معرفش مين واقطع ودن مين، اعمل اللي أنت عايزه، إحنا هنسافر لوحدنا. يا حبيبتي لو حصل أي حاجة واحتجتوني ما نركب أول طيارة وأجيلكوا. والله؟ لا كتر خيرك، كتر ألف خيرك. مساء النور. الصوت ده مش غريب عليا. انتي؟ كان لازم اعمل كده عشان لو اي حد شافني ما يعرفنيش. ناس زي دول مش بعيد يكون ليهم عيون في كل حد. طب ليه ما اتصلتيش بهدى؟ انا مش عايزه اي حد غيرك يعرف. اتفضلي. ايه ده؟ صدقيني ما اعرفش فيه ايه، ولا حاولت حتى افتحه. بس انا ليا طلب عندك. امري. انا لا جيت لك ولا شفتك ولا اديت لك اي حاجه. طبعا بعد ما قابلتك انت وهدى جوني وهددوني، ادوني فلوس اخدتها منهم يعني عشان ما يشكوش فيا بعد كده. انا هختفي من قدامهم نهائي، هرجع اسكندريه تاني، مبقاش في حد هنا استنى عشانه. بس انت لازم تاخدي بالك من نفسك. لازم انت اللي تاخدي بالك من نفسك. ربنا معاكي. انا لازم امشي. Thank you.
صباح الخير يا باشا. صباح الخير. كان في موضوع حصل ليله امبارح، بس حضرتك جيت متاخر بعد ما انا نمت. طب ليه ما كلمتنيش في التليفون؟ راح امبارح. ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ في واحده غريبه جت للهانم لاول مره اشوفها. هي يا دكتور طمني. ممتاز ممتاز جدا. كل النتائج والفحوصات بتقول ان تم السيطره على الورم بشكل مطمئن. الحمد لله، يعني خف. الحمد لله خف. الحمد لله. طب هل ممكن الورم ده يرجع تاني؟ لا، مساله انه يرجع او ما يرجعش ده احنا ما نقدرش نحدده بشكل واضح. ده كانسر. اهم حاجه المتابعه، والمتابعه المستمره. حاضر، بس هو دلوقتي خف بقى كويس الحمد لله، بس احنا هنستاذن حضرتك تنتظرينا بره شويه لغايه ما نخلص الكشف. حاضر. اوكي حاضر. ميرسي. انا بره. حاضر يا مامي. زي ما بقول لك الحمد لله زي الفل. انا كمان مش مصدقه، انا من كتر فرحتي عايزه احضن الناس كلها اللي ماشيه قدامي. الحمد لله. طمني رامي. لا لا، حاجة على طول في اول طياره، يا بكره يا بعده، بس الاقي حجز. ادعي له بطل عياد، انا ماسكه روحي بالعافيه. الحمد لله. يلا، لا اله الا الله. كابوس زمزح.
حبيت اكون جنبك، يمكن تكوني محتاجه لي، وبالمره اخلص شويه شغل هنا. تعرف انا كنت محتاجه ليه؟ كنت محتاجه لحد افرح معاه دلوقتي، انما انت لخبطت كل حاجه عشان تيجي. يا ستي مش فارقه شويه لخبطه زياده. بس مش لدرجه انك تيجي لحد هنا. الناس محتاجه لبعض، ويمكن في بيننا وبين بعض حاجات مشتركه تخليني اهتم. اوعى تكون بتعملي تمثال تاني. مظبوط، بس مش ده السبب. امال ايه؟ ابنك. ابني انا؟ ازاي؟ حاجات كتيرة لقاء في حياتي ما عملتهاش زي ما انا عايز. كنت عايز ادرس نحت، لكن درست عمارة زي ما ابويا عايز. كان نفسي اعيش للفن، لكن لما والدي توفى اضطريت ادير شركاته علشان ما اخسرش الفلوس كتيرة لو بعتها. طب ايه دخل ابني بالموضوع؟ انا شايف فيه ابني اللي اتحرمت منه وبعد عنه. عندك ابني؟ كان عندي. انا عارفة ان انت زعلان مني، بس والله العظيم لو عرفت اللي حصل هتعذرني. اصل لقاء اتصلت النهاردة وقالت ان علي اقف. انا درست العمارة في المانيا، وهناك عشت حدوتة حب جميلة مع بنت المانية اتجوزتها، وربنا وهبنا ابني حسن. اول ما رجعنا مصر ابتدت مشاكل كتيرة، اختلفنا، طلبت ترجع ألمانيا، رفضت، هربت بالوقت. هربت؟ ولحد دلوقتي لا شفته ولا أعرف هو فين. طب أنت إزاي ساكت على كده؟ ما سكتش، أصدقاء ومعارف كتيرة ساعدوني، عملت كل اللي ممكن أعمله، لكن معرفتش أوصله، وكمان منعوني من دخول ألمانيا. اسفة قوي ان انا فكرتك بالحكاية دي. زمان دلوقتي عنده 19 سنة. انت عارفة ايه اللي تعبني ووجعني؟ انه ما حاولش حتى يسأل عني او يعرف فين ابوه. بطلي رغي بقى، انا عايز اشوفك النهاردة. اخويا راجع بالسلامة وعايزين نحتفل انا وانت بالموضوع ده. ماشي يا دنيا. باي باي يا حبيبتي. اوبا. صباح الخير. صباح الفل. ايه مالك؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ لا لا مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ ايه لعنه الدار اللي انت لابساها دي؟ لا يا رامي، اني بس بتوجعني شويه. توجعني؟ ايه يا مي ده؟ رامي قلت لك مفيش حاجه.